سأخذكم في تخييم خارجي هذه الليلة. لاحظوا بالتسلسل من الخارج أولاً. صيف كما لو كنا ذاهبين إلى الشاطئ. انظر، إنها تمطر. قبعتي لم تذهب بعيدا. أسرع، أدخل إلى الداخل. الآن أرأيت كم هو الجو بارد؟ أنا لا أشعر بالبرد. دبدوبي. حسنا، سأبدل ثيابي. اسمعني، اختر ثيابا دافئة. هل تفهم؟ حاضر ماما. هيا ماما بسرعة، سنتأخر. حسنا، أنا قادمة. الدبدوب البني الصغير ووالدته لا يتفقان دائما في الرأي، لكنهما يتوصلان لحل إذا أراد أن يجرب شيئا جديدا. أنا بطل كوني. هذا بطلنا ظريف سمسام. مرحبا سمسام، تعال استكشف الكواكب معه ومع رفاق الفضاء. مغامرات كونية كل يوم مع سمسام على جولي بالعربي. إنه بخير. لاكي. حتى أدنى توهج يمكنه التخلص من مستشعر الضوء الفائق. لحسن الحظ أنا مستعد. بخاخ الظلام، يمكنني إخماد أي مصدر للضوء ببضع ضخات. الآن الظلام قد اكتمل. أوه، أكمل مما ينبغي. من الجيد أنه يمكنني إيجاد طريقي بهذه النظارات. وأخيرا حان الوقت لمشاهدة النجوم بشكل مثالي. واو، مثير للانطباع يا فلير. وأيضا يا للجمال. يا بليز، تفقد ماذا يفعل فلير من أجلك؟ رائع، صحيح. تظن أنه يمكنك الخروج من الخيمة الآن؟ علينا تجربة خشبة ميلين المميزة. من الجيد أن هذا الموقع فيه مكان خاص للنار. موقع التخييم قد يكون خطيراً، لهذا يبعد عن أي شيء قابل للاشتعال. ولما نحتاج إلى دلو من الماء؟ ولا نلعب بالنار أو نضع فيها أي شيء. دعوا الكبار يعتنون بالأمر. بهذا الشكل تماماً. لأنهما لم يشاهدا حمارا صغيرا من قبل. أسرع
أسرعوا بإنهاء الرسم، لم يتبقى وقت. ها؟ لم أنتهي من رسم الحيوانات بعد، ولكنني لست متعبا كثيرا، سوف أرسم حلمي بسرعة. هيا، بعد أن عمل بخاخ الظلام الخاص بي على ضوئكم المزعج، سأعود إلى التحديق بالنجوم. آسف إذا أفسدنا حفلة علم الفلك الخاصة بك، لكن لدينا كلب يخاف من الظلام، لذلك غادر الآن أنت وصحابة الظلام. هان وقت إلقاء الضوء على هذا الواضح. هاي، احترس يا فلير. أوبس، آسف. واو، هذا الرذاذ مفيد أكثر مما اعتقد، سأغطي كل مخيم سماش به. الجميع بخير؟ لا يمكنني الطيران وأنا لا أرى. والسرعة الخارقة ليست مفيدة إن كنت سأصطدم بالأشجار. إذن كيف سنوقفه من تعتيم كل المخيم؟ لا بأس بليز، أنا هنا. أترى أخبرتك أن حواس الكلاب خاصتك ستساعدك في الظلام، في الواقع ستساعدك على إيقاف دكتور دامج. صحيح. أعرف أن الأمر مخيف، ولكن أنت والكلاب الآخرون قادرون على إنقاذ مخيم سماش من ظلام دكتور دامج، ما رأيك؟ سجل المستندات إضافي. بعد أن تعاملت مع هؤلاء المخيمين الملوثين للضوء، قررت الاهتمام بالمخيم بأكمله. سأجعل كل شيء مظلماً ويمكن. ما خلف الشجرة؟ تيدي، هل أنت هنا؟ تختبئ؟ أين يمكن أن تكون يا تيدي؟ أمي، لقد ضاع تيدي، لقد اختفى. هل بحثت حول المنزل؟ نعم، بحثت. ابحث في المكان الذي لم تفكر أن تبحث فيه. فكرة جيدة. ها، ربما تيدي مختبئ تحت كرسي أبي كدعابة. تيدي ليس هنا. ربما يكون هنا.